رجعنا للقسم الأخير بحلقتنا لليلة من برأيك مع سلطانة الطرب العربي فلا الجزائرية. فلا نحن مكملين معك ورح نشوف الروبورتاج ما قبل الأخير. كيف خامت الرئيسة معك أنا؟ وأنا كمان. مين منا ما بيذكر قصة سندريلا الأميرة يلي فتش عنها الأمير وهو حامل حذاءها وجربوا على كل سيدات مملكته، وكيف صاروا كل السيدات يحشروا إجريهم تينسبن مقاس هالحذاء. جديد عمليات التجميل يلي معاد إلى حدود هو أقدام سندريلا، والمقصود فيهم أنه السيدات يلي عندهم مشكلة بأقدامهم الكبيرة أو المشوهة صار فيهم يقوموا بعمليات تجميل لأقدامهم، وهالشي بعملية جراحية أو بحقن مواد معينة فيهم ليتوصلوا للحجم والشكل يلي بينسبن. هالعملية صارت حقيقة وعم بتلاقي رواج واسع بين السيدات، إنما الشغلة الوحيدة يلي ما بتشجع هي الألم الكبير يلي بيرافق هالعملية وعدم القدرة على المشي لأشهر طويلة. ولكن هل هالسبب رح يمنع السيدات من الحصول على الأقدام يلي بيحلموا فيهم؟ أكيد لا، لأنه في مثل شعبي بيقول الغوى بده قوى. كلنا عم نضحك أنا وياك. لا أنا فضيحة، انا عكس هيك يعني الاجر يعني القدم عم جرب لاقيها. مع احترامي يا فخمه الرئيسه يعني سوري ها، فرجيني فرجيني. بس نوت فير في التلفزيون، بس لا بدك تضحكي زغطوره كثير. ام ذا سمولز يعني 35 بلبس. نعم، لازم تكبريها مش لازم تصغريها. بعد يقعدوا يضحكوا علي يقولي يا فلا نسيتي رجلك وجبتي رجل اخوك صغير يعني قد ما صغيره. بس ما عنديش مشكله لانه في الديزاين لما يبلشوا يعملوا ديزاين يعملوا على ال 35، فيعني اذا اقصى درجه بقول لهم هاتوا لي بتاع الرسم يعني. انت اصلا فلا ما عندك مشكله انك تقولي عن عمليات التجميل اللي عملتيها؟ ما عندك مشكلة بتقولي ايه انا عملت هون شوي انا عملت هون شوي. برأيك المرأة صارت مهووسة بعملية التجميل يعني اجريا حتى اجريا من فوق ايديا عم يوصلوا لهون، بطلت قصة صدر مثلا ومنخار وهول العادة، صار في هوس. صار في هوس صحيح. انا بهذا يعني بتسمحي لي فخامة الرئيسة وجهك تحية كبيرة لأعز أصدقائي هنا. سعد جدا وبختي جميل أنه ما عنديش كتير صداقة في حياتي، بس من أوائل الأصدقاء هو الجراح الكبير دكتور تجميل دكتور هراش. أكيد نحن بنقول له هاي كمان لهراش. فبالزمانات قبل ما بعرفه كنت عم بنتعذب لأنه مون فيزاج فان كانوا بيحطوا لي إبر. بس هيدا كان بروح الفلة بشوف بقول وين فلة، بتكلم مع المرأة ويني فلة مش هيدي فلة. فإلى أنه سعدت به فكان لازم يعني I just made my first lifting. أنا عملت lifting لأنه فتح وشال كل اللي كان موجود في خامة الرئيسة. قدي صار لك عملته من أسبوعين فبعد يعني ورمان ورمانة. بعد ورمان يعني ما تشوفوا شوفوا بعد. أنا مع أنه يكون في عملية تجميل بحدود المعقول يعني. بس مالها كتير زابطة زابطة كتير يعني لو تشوفي فخامة الرئيسة. بجي أنا لعندك حتى. لا لا أنا فخامة الرئيسة يعني معنيش. طيب أوكي شوفي. إيه يعني زيرو سكارت عن جد من أسبوعين يعني. فأنا كتير مبسوطة به و يعني خدت له أول ما تعرفت عليه من حوالي 9 سنين، فكان لسه ما ابتدى يعمل لي تجميل. فأخذت له صورتي وأنا في عمري 18 سنة قلت له دكتور بدك ترجعني 18 سنة ولا لا؟ قال لي أوكي. فهيز جريت فلا عن جد. أول شيء تحية لإلك إنك عم تحكي بهذا الموضوع. قليل هنك مش قليل، ما بعرف اذا بينعدوا على اصابع اللي بيقولوا انه عملوا فيلر او بوتوكس. لا يا فخامه الرئيسه يعني بتروحي فيسبوك كيف كنت بتجيبي 2080 2090 كل شيء موجود. مزبوط. يعني انا من زمان بس الناس تعرفني بصراحتي. لا شو بدي يعني اللي بعملها من عندي. اللي في عمرهم 18 سنة رحنا احنا عمرنا ما عملنا تجميل. لا في عملته تجميل. عن جد
عن جد رح ننتقل نحن وبنقول لك الف سلامه. اول شيء وانت قمر، انتوا بتشوفوا هيك فخمت لا جمعتين عن جد شابو بعد جمعتين يعني بعد شهر حيكون يعني حترجع كلها. ومرسي انك قبلت دعوتنا لهون عن جد يا حبيبتي. انا حبيبه قلبي. الموضوع الاخير هو عن باسم فغالي منشوفه سوا. من بعد القضايا المرفوعة من قبل عدة فنانين ونجوم على الفنان اللبناني باسم فغالي على خلفية تقليده إلون مثل مايا دياب، بتمنى عليا لمايا أنه تكون روحها رياضية وتوقف تبعت ناس يزعجوا أهلي بالبيت، لأنه أهلي ما بيعرفوا منهم من هيدي المدرسة تبعيتها، فما بقى تبعت لهم ناس يخوفون بالبيت أو يهددون أو اتهامهم بتبييض الأموال مثل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، ولعت حرب من نوع آخر بين باسم فغالي والصحافة هالمرة. والسبب تعليق كتبته الصحفي ندى سعيد حول ايام باسم بالمشاركه بافتتاح فيلم حلاوه تروح وهو متنكر بزي امراه. هون سالت ندى وين باسم الانسان وليش عم بيضل مخبى ورا الازياء يلي بيلبسها. باسم رد على صفحته على فيسبوك باسلوب تهجمي اثار حفيظه معظم الصحفيين يلي رافقوا باسم خلال مسيرته الفنيه ووقفوا بجانب ندى سعيد، يلي ما رفعت دعوه بحق باسم واكتفت بالاشاره انه كيف مسموح لشخص انه يسافر وهو متنكر بزي امراه او يدخل قاعه المحكمه وهو لابس كانه بنت، وانه هالشي لازم يعتبر انتحال شخصيه ولازم يتحاسب عليه، بينما اعتبر باسم انه هيدي طريقته للتعبير عن نفسه كفنان. باختصار الظاهر انه الكل صار بدهن باسم او راسه. ما معقول شو طيب هالباسم، بتحبيه؟ انا I love him. انا بحب الجينيس مع انه قلد. انا بحل بالعكس، انا حبيت فيه انه كيف قلدني ولو ما كنت يعني هيك بيبي دير فو كونيسي بيبي دير باتريك بوفرو دافور وكل السياسيين شو عملوا فيهم لي ماريونيت لي مزبوط يعني غينيول دو لانفو لي غينيول فوالا لي غينيول دانفو يعني ما في شخصيه كبيره الا ما يعملوا عليهم هول كلهم حيروحوا يتشكوا بالعكس يلفو دو تو بور فير ان بس هنا يمكن انه التجريح طريقه التقليد اللي فيها انه الاشخاص بحسوا حالهم انه اوكي في حدود دونت كروس ذا ليميت يعني ما تتعدوا عن الحدود يمكن انا ما شفت شو كيف قلد الاستاذ عاصي اللي انا بوجه له تحيه كبيره والماي دياب هو حط صوره عاصي الحلاني بلا البوستيش تبعيته وصار يتقلد وصار هلا ومايا دياب كمان وقال عنه انه ببيض اموال ومايا دياب كمان رفع عليه دعوه بخصوص كمان تقليده مع زياد الرحباني وهدول الاشياء برايك العبقريه فينا نحدها اذا ما. فينا نقول انه باسم عبقري اكيد ما في حدا ينكر هذا الشيء برايك العبقريه لها حدود واذا طرق لك بطريقة مختلفة باسم برأيك لا أنا بشوفي كيف قلدني عمله في يوتيوب عرفت شوفي بس كيف إذا قلدني أنا قلدني بكتير بطريقة كذا بس قعد أضحك لأنه هاي شغلته بده يعمل شيء بفيلم حلاوة روح أنت كنت وباسم فغالي إجا كمان ك امرأة وين ما بيروح أصلا هو بيلبس امرأة هيدا حقه برأيك أكيد حقه حرية الناس ما الأشخاص ما يعني هيدا باسم فغالي يعني باسم فغالي معروف إنه يقلد شخصيات كبيرة بفيلم لننقل هيك على موضوع آخر سؤال بسألك إيه عجبك فيلم حلاوة تروح لهيفا؟ هيفا عجبتني كتير في تمثيلها بس انا ناطره منها يعني ناطره منها فيلم يكون استعراضي على كل حال تابعيها خلال شهر رمضان المبارك عبر شاشه التلفزيون مستقبل بمسلسلها الجديد رح نكون كلام على ورق رح نكون عبر شاشه المستقبل بنطرها هيفا وبتمنى لها كل التوفيق لانه انسانه رائعه يعني نحن كثير كنا سعداء بوجودك شكرا فخمت وشكرا لك وربنا يوفقك طبعا بكل اعمالك فله وبهالصوت الرائع الله لا يحرمنا منه ابدا شكرا ان شاء الله تكون استمتعتي معنا الليله انا استمتعت وراح استمتع اكثر لما يكون عرس باستقرار على رئيس جمهوريه في لبنان امين وان شاء الله حتى ولو ما قدمتيش روحك للانتخابات بس بقول لك انت فخامه الرئيسه بكل جداره
تشكرات أفندم. شكرا لك. شكرا فلا. مشاهدينا لهون وصلنا لختام حلقتنا لليلة. طبعا فينا نتواصل معكم من خلال عناويننا على السوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك وتويتر. حلقة جديدة من برأيك الأسبوع المقبل بنفس الوقت. كانت معكم كارين سلامة. تصبحوا على خير. الشمس ترجع تطلع بالآخر ننسى نوعنا، ما يبقى إلا الدم غيابه طالع علينا، هالحق لازم يرجع. رأيك شو يلي بخلي شعوب الأرض تغني، تعيش الحرب وبنار الحرب ترسم باب الجنة، ناس تضحي بحياة كرمال الحرية، وناس تخسر كل شي وعالسكت ترجع تبني.